ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان مستشارة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السيدة إيناس زايد. مرحبا بك سيدة إيناس. إذا آلاف النساء والأطفال في العراق محتجزون في مخيمات دون جرم كما تحدثتم في تقريركم في المركز الأورومتوسطي، هل ذريعة الانتماء لتنظيم الدولة تسوغ اعتقالهم؟ نعم، مساء الخير. يعني فعليا لا يوجد اي ذريعه تبرر الاعتقال او حجز حريه اي شخص كان، لا على اساس طائفي ولا على اساس ديني ولا حتى بناء على الاراء السياسيه. لا يوجد اي مبرر يعني يكون سببا مقنعا ومبررا لاعتقال اي مدني دون توفير ضمانات المحاكمه العادله على الاقل، دون ان توجه تهم محدده لهؤلاء المدنيين. نحن نتحدث هنا عن ارقام عديده بخصوص النازحين، نحن نتحدث عن تقريبا 5.8 مليون نازح فروا من بعض المناطق في العراق، هناك 3.2 مليون نازح عادوا الى المناطق، بينما هناك 2.6 مليون نازح ما زالوا يتواجدون في مخيمات النزوح، هذه المخيمات التي تفتقر الى ادنى مقومات الحياه الاساسيه، بالاضافه الى الظروف الماساويه التي يعيشها هؤلاء الاشخاص. هم ايضا يواجهون يعني خطر الاعتقال من قبل الميليشيات والسلطات العراقيه، وكما ذكرت لك هذا الامر غير مبرر بشكل قطعي. اذا يعني عدم تحرك القضاء في العراق لايقاف معاناه هؤلاء النازحين بهذه الاعداد الكبيره كما تفضلتي، الا يجعله شريكا فيما يحدث؟ يعني فعليا نحن نعم، يعني كما اوضحنا في البيان بان هناك ضعف في منظومه القضاء العراقي، هذا الامر يعني ساهم بشكل او باخر الى السماح لبعض الميليشيات بانتهاك القانون، وايضا عزز سياسه الافلات من العقاب لبعض الاشخاص الذين يقومون بالانتهاكات على حقوق المواطنين. يعني لا يوجد يعني اي ايضا تهمه اسمها التعاطف مع تنظيم الدوله حتى يتم التصاقها بهؤلاء المواطنين. لابد للقضاء ان يتحرك باتجاه ان يضمن ضمانات المحاكمه العادله لكل شخص يتم اعتقاله من قبل الحكومه العراقيه. يعني في القانون الانساني الا يعد حجز حريه هؤلاء جريمه؟ وكيف يمكن لحكومه العبادي ان تستمر بسياسه العقاب الجماعي الجاريه في العراق؟ يعني القانون الدولي واضح، هو يجرم هذه الافعال، يعتبرها فعليا جريمه اختفاء قصدي، وكون هذه الجريمه تقع على اشخاص بشكل جماعي ودون النظر لكل حاله على حده، هذا الامر يجعل الانتهاك مضاعف ومركب. يعني لابد السلطات العراقيه من ان تميز بين المقاتلين والمدنيين، لابد ان يعني تميز بين الاشخاص الذين يرتكبون او يمتلكون القانون وبين الاطفال والنساء الذين يحاسبون الان بافعال غيرهم. هذا الامر هو الذي يعني ندعو اليه كمركز أورومتوسطي، وهذا الامر هو الذي سيجعل هناك انصاف في المدنيين الابرياء الذين الان يواجهون سياسه العقاب الجماعي من قبل القوات العراقيه. حتى منظمه العفو الدوليه اكدت في تقريرها ان مجتمعات باكملها في العراق قد وصمت واتهمت بتعاطفها مع تنظيم الدولة، يعني ما نتائج وتداعيات ذلك؟ لا يمكن أن يعني ما الذي يمكن أن يقود هذا البلاد إلى أي نتيجة؟ يعني كما ذكرت لك أعيد بأنه لا يوجد هناك تهمة اسمها التعاطف مع تنظيم الدولة، لابد أن يكون عند الحديث عن تجريم، عند الحديث عن عقوبة، لابد من تحديد هذه الجريمه في نصوص قانونيه واضحه تبين ما هي اركان الجريمه. هناك قوانين في العراق لمكافحه الارهاب تحتمل نصوصها المصطلحات الفضفاضه التي تدخل وتدرج كافه الافعال تحت مسمى الارهاب. هذا الامر وهذا التعميم الذي تنتهجه الحكومه العراقيه من شان ادخال البلاد في المزيد من الفوضى. هذا الامر سيشجع الميليشيات الى انتهاك المزيد من او ارتكاب المزيد من الانتهاكات تحت ذريعه التعاطف مع داعش. هذا الامر سيؤجج ايضا الصراع في العراق، ولن يكون هذا
نذيرا لاي سلام مستقبلي في العراق، يعني ان كان صح التعبير. نعم بالضبط، وهنا رب سائل يسأل ما مصلحة الحكومة بإعادة الشحن لأجواء ما قبل عام 2014 التي أدت إلى ظهور تنظيم الدولة، وكيف يمكن للمجتمع الدولي إذن أن يستمر بدعم حكومة تقوم بتوجيه الاتهام للنساء والأطفال هؤلاء النازحين دون سند قانوني؟ يعني أولا أيا كانت مصلحة الحكومة، هذا لا يبرر مطلقا انتهاك حقوق المدنيين وارتكاب يعني هذه أو معاملتها معاملة لا إنسانية ومهينة. المجتمع الدولي يجب أن يكون على يعني على مسؤولية أو يتحمل مسؤوليات تجاه حماية حياة الأفراد وأيضا تجنيبهم أي انتهاكات. هذا الأمر لابد من أجل الحصول عليه أن يتم الضغط على الحكومة العراقية من قبل المجتمع الدولي لأن تكفل بقاء هؤلاء المدنيين وعدم تعرضهم لأي انتهاكات سواء من قبل القوات العراقية أو من قبل الميليشيات المساندة لتلك القوات. هذا الأمر سيكون يعني لابد أن تكون أولوية للمجتمع الدولي قبل الحديث عن المساعدات العينية أو النقدية للحكومة العراقية. شكرا جزيلا لك من عمان، مستشارة قانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان السيدة إيناس زايد.